هذا جانب من أنصار الترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى للمدارج المغطاة والمدارج المكشوفة من جهة الصبورة اللامعة للملعب الأولمبي بالمنزه، وجماهير غفيرة ستواكب هذا الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم، وفسيفساء من الألوان أصفر وأحمر من جهة وأبيض وأحمر من جهة أخرى، وأنصار النادي الإفريقي على الجهة اليسرى والمدرجات المكشوفة كذلك. وصلنا تقريبا إلى 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة ما زالت متعادلة بين الفريقين في هذا الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم دون أهداف. وترجع الكرة لفية النادي الإفريقي عن طريق الحارس خالد فاضل. إلى حد الآن اللقاء متعادل على مستوى الفرص السانحة للتسجيل وكذلك على مستوى النتيجة اللي هي 0-0. وليد عزيز، ترجع الكرة للترجي الرياضي في اتجاه إيدي تاغوي، ويتدخل دفاع النادي الإفريقي والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق الترجي الرياضي. ماهر الكنزاري دائما في تنفيذ الضربات المخالفة وضربات الركنية. وخالد فاضل ياخذ الكرة والهدف الأول، يضيع الكرة وراضي جعيدي. خالد فاضل يضيع الكرة وراضي جعيدي يسجل الهدف الأول لفايت الترجي الرياضي التونسي. خالد فاضل يضيع الكرة أمام المرمى وراضي جعيدي يستغل الفرصة ويسجل الهدف الأول في هذا الدور النهائي 43. إذا راضي جعيدي أمامكم تقريبا في 21 دقيقة لعب. ماهر الكنزاري نفذ وخالد فاضل حب ياخذ الكرة يضيعها، وراضي جعيدي برجله اليمنى يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. إذا تتغير النتيجة وتصبح هدفا دون مقابل للترجي الرياضي التونسي. منه باش تنفذ المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. حارس شكري الواعر هو باش يقوم بتنفيذ هذه المخالفة. تنفذ طويلة ورزق عمروش يبعد الكرة ثم الكوك صبري جبلة نجيب الإمام وفي اتجاه بلحسن العلوي داخل مناطق الجزاء، والحكم سيد كلنا يقول ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي. ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي بالضبط في الدقيقة 90 من هذه المباراة بعد توغل من بلحسن العلوي داخل مناطق الجزاء تقع مضايقته من بشير السحباني، والحكم كلنا بدون تردد يعلن ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي. جمال الإمام يتقدم وهدف التعادل، هدف التعادل من جمال الإمام للنادي الإفريقي بضربة جزاء، وعودة الأمل لأنصار النادي الإفريقي، وجمال الإمام يعدل النتيجة للنادي الإفريقي بضربة جزاء في الدقيقة 87 من هذا اللقاء. باش يرجع اللعب اذا وكولوزي مازال محافظ على كورته في اتجاه حسن القابسي داخل مناطق الجزاء والتسديد والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي قبل 3 دقائق من انتهاء الحصه الاضافيه الثانيه. كان توغل من اللاعب جابرييل وكولوزي داخل مناطق دفاع النادي الافريقي، ويرى اللاعب حسان القابسي طليق من الجهه اليمنى يمرر الكره. حسان القابسي ما يخليش الفرصه تضيع على فريقه بتسديده قويه بالرجل اليمنى تمكن من مضاعفه النتيجه لصالح الترجي الرياضي التونسي. اي عاد العمليه كانت يعني تمريره ذكيه جدا من كولوزي، وبكل قوه بالرجل اليمنى يتمكن حسان القابسي من مضاعفه النتيجه لصالح الترجي الرياضي التونسي. من زاوية أخرى للهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. مرة أخرى إعادة لهدف حسن القابسي.
الحصة الإضافية الثانية. يستأنف إذا اللاعب، تمشي الكرة لبوزيان. متحصل على مخالفة بعد تدخل طارق ثابت. مخالفة لصالح النادي الإفريقي. أقل من دقيقة ما زالت تفصلنا عن نهاية الحصة الإضافية الثانية، والترجي متقدم بهدفين مقابل صفر. فما تسلل بالضبط في الدقيقة 118، تمكن حسين القابسي من إضافة الهدف التفوق لصالح الترجي الرياضي التونسي. والترجي الرياضي التونسي إذا أصبح متقدما بهدفين مقابل هدف. بل نهاية الحصة الإضافية الثانية ببضع ثواني. وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم الدولي الإيطالي السيد بيير لويجي كولينا عن نهاية المقابلة بفوز الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لهذا الموسم بعد تفوقه في الدور النهائي على النادي الإفريقي بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد لقاء وأداء ممتاز للفريقين. نقول هنيئا للترجي الرياضي التونسي بهذا التتويج، وشكرا للنادي الإفريقي بهذا اللاعبين وبالأداء الطيب اللي قدموه طوال هذه المباراة.